أهلا بكم من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات 54 عطاء ل14 مناقصة ومزايدة واحدة مطروحة من 9 جهات حكومية، بينها 3 مناقصات لطيران الخليج، إحداهن بشأن بيع وإعادة تأجير 4 طائرات من طراز A321 نيو، وقد تم استلام 8 عطاءات. من جهة أخرى، فتح المجلس مناقصة لوزارة الصحة بشأن فحص تسلسل الجينوم الكامل وخدمات البحوث، كما فتحت اللجنة مناقصة واحدة لشركة هالة بحرين للضيافة، وأربع مناقصات لهيئة الكهرباء والماء. وفيما يخص قطاع النفط والغاز، فقد تم فتح عطاءات مناقصتين لشركة تطوير للبترول، كما فتحت اللجنة مزايدة لشركة بابكو ومناقصة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأخيرا تم فتح مناقصة لبنك البحرين للتنمية بشأن توريد كومة الحلول المصرفية الرقمية والخدمات المهنية للتنفيذ والدعم، حيث تم استلام عطائين. أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية عند مستوى 1668 نقطة، وقد تجاوز المتوسط اليومي للتداولات خلال هذا الأسبوع 859 ألف دينار، في حين كان متوسط عدد صفقات اليومية 98 صفقة، كما واستحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول في التداولات. التقرير التالي يستعرض باقي التفاصيل. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. كشفت شركة أرامكو السعودية عن طاقة إنتاجية جديدة في قطاع الغاز تصل إلى 12 مليار و200 مليون قدم مكعبة قياسيا من الغاز يوميا، وذلك في العام المقبل وسط تزايد الطلبين المحلي والدولي على الغاز، في خضم توقعات أبدتها شركة أرامكو السعودية عن استمرار زيادة احتياطياتها من الغاز. وقد طورت أرامكو السعودية
على مدى الأعوام الماضية عددا من مرافق الغاز وفقا لاستراتيجية التوسع في هذا المجال الحيوي، حيث شهدت كثير من المعامل تطورات لافتة ترتكز على أحدث التقنيات، كما في معمل الغاز بالفضل الذي يعد جزءا بالغ الأهمية في التوسعة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية في المملكة. أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية موانئ ترخيصاً موحداً لصالح شركة CMA CGM، إحدى كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية وشركات التشغيل في الموانئ حول العالم، وذلك للعمل في جميع الموانئ السعودية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات التنافسية وتوفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية وخدماتها اللوجستية المختلفة في الموانئ السعودية، وجذب الاستثمارات من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري، بما يتواكب مع مستهدفات وركائز رؤية السعودية 2030 في أن تكون المملكة منصة لوجستية جاذبة عالميا ومحور ربط بين قارات العالم. تعتزم شركة نفط الكويت إنفاق 15 مليار و200 مليون دينار على مشاريع إنتاج النفط الخام والغاز للفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025. وقال المصدر إن الشركة لديها برنامج استثماري ضخم نفذته السنة المالية الحالية بلغت قيمته 2.7 مليار دينار، مبينا أن متوسط الإنفاق الاستثماري خلال الأعوام الماضية بلغ 1.8 مليار دينار سنويا. وذكر المصدر أن شركة نفط الكويت تقوم بتنفيذ استراتيجية نمو لإنتاج النفط والغاز من خلال خطة إنفاق قوية من أجل الاستمرار في توفير احتياجات الكويت من الطاقة ومتطلبات التصدير اليومية التي تبلغ 2 مليون برميل يوميا. بدأت وزارة المالية المصرية الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء، وذلك في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر هذه السندات. ويهدف إصدار السندات إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة. وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أنه تم اختيار 4 بنوك استثمارية دولية، وهي دويتشا بنك، سيتي بنك، HSBC، كريدت أغريكول، من بين 17 عرضا لأكبر البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت لمناقصة العالمية لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. إيرباص تعتزم خفض أكثر من 2300 وظيفة في قسم الدفاع والفضاء بحلول نهاية العام القادم. أعلنت الصين أنها تعتزم إعفاء 65 منتجاً أمريكياً من التعريفات الانتقامية المطبقة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت وزارة المالية الصينية إنها ستبدأ في إعفاء السلع الأمريكية من التعريفات الإضافية المفروضة ابتداء من 28 من فبراير الجاري ولمدة عام واحد. وتشمل البضائع المعفاة من الرسوم الإضافية قطع غيار الطائرات والمعدات الطبية وفقا للوثائق المنشورة على موقع الوزارة.
نبقى في الصين، حيث أشارت تقديرات لوكالة ستاندرد أند بورس للتصنيفات الائتمانية إلى أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7 تريليونات و700 مليار يوان في عام 2020 الحالي، ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار قبل شهر أبريل. وذكرت ستاندرد أند بورس أنه في الوقت الذي يعطل فيه تفشي فيروس كورونا الانتاج في الصين، تجد بعض الشركات والأفراد صعوبة في سداد الديون. وفي إطار المساعي الرامية لتخفيف أثر ذلك، تحث الجهات المنظمة للخدمات المالية البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد أجال سداد القروض للشركات أو لشركات معينة أضر بها تفشي المرض. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تعتزم شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص خفض أكثر من 2300 وظيفة في قسم الدفاع والفضاء التابع لها حتى حلول نهاية العام المقبل، على أن تكون هذه العمليات منتشرة في كافة أنحاء الدول. وقالت صانعة الطائرات في بيان إن وحدة إيرباص للدفاع والفضاء قدمت خطة الخفض إلى ممثلي الموظفين، كما أطلقت عمليات التشاور بشأن مسألة تسريح الموظفين. ومن شأن الخطة أن تؤدي إلى إلغاء 2262 وظيفة في العديد من الدول، من بينهم 829 منصبا في ألمانيا.